الطبيعة حاجة جميلة جدا بيلجأ ليها كل إنسان علشان خاطر ينسى همومه ومشاكله. ربنا سبحانه وتعالى خلق فيها مميزات كتير جدا، وغير إن كل مغامرة هتعملها فيها هتصنع لك ذكريات عمرك ما هتنساها. في فيديو النهاردة قررت أدخل الغابة الألمانية ونستكشف الطبيعة وجمالها الخلاب. هلا والله يا شباب، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا، اخباركم ايه؟ طبعا عن طريق دلوقتي الغابه، في كذا طريق بقدر اوصل الغابه بيه. عندكم مثلا اول طريق اني اخد العجله او العربيه او الاتوبيس، ولكن انا فضلت ان امشي مشي ليها لان هشوف مناظر طبيعيه هتكون جميله جدا. الفيديو ده كان المفروض صورته من فتره، ولكن للاسف كان صعب بسبب الصيام في رمضان، وفي نفس الوقت الجو عندنا سيء جدا ما بيسمحش انك تخرج او تروح اي مكان حرفيا. شوفوا دلوقتي حتى درجه الحراره 6 وكبرت مطر دلوقتي، المياه في كل مكان زي ما انتم شايفين المطر. والاسبوع ده برضو درجة الحرارة تكون سيئة جدا، كله مطر، درجة الحرارة ما بين 9 و12، فما كانش فيه فرصة خالص ان اقدر اروح الغابة واصور فيها علشان خاطر الواحد ما يتبهدلش هناك وبسبب الطين اللي بيكون محطوط في الارض. لكن سبحان الله برضو النهاردة رست ان اصور في اليوم ده، لان يا شباب زي انا اعتمدت على الجو ولحد ما يظبط اروح اصور، فمستحيل يظبط لان الجو هنا الصراحه غريب جدا، حتى في الصيف بتلاقي مطر 24 ساعه. فمن اراد النجاح لازم يسعى ليه مهما كانت الظروف. طبعا الغابه بعيده عني ماشي ساعه، وكمان لازم اروح على السوبر ماركت اجيب ميه واشتري بعض الحاجات علشان خاطر لا قدر الله لو تونا ولا حصل اي حاجه هناك يكون معايا الاحتياط. طبعا الطريق اللي احنا ماشيين عليه ده يعتبر طلع على الجبل بتضيق على الغابه على طول، شايفين النازله عامله ازاي. فانا همشي على الطريق ده علشان خاطر اقدر اوصل للغابه، وكل ما تمشي اكتر بتلاقي الطلعه بتزيد لفوق. فالصراحه متعبه جدا لو انت مش رايح باوتوبيس او باي حاجه تانية، لو رايح ماشي هيكون في شويه وجع. طبعا جيت هنا على السوبر ماركت دلوقتي، موجود في حاجات كتير جدا من انواع الاكل اللي المفروض الواحد ياخدها. انا ما فطرتش، ف هاخد هنا حاجه زي الفطيره كده بالسبانخ، وكمان هنا بالجبنه وطعمهم حلو جدا، تصبيره لحد ما ارجع البيت. ودي هنا الميه اهي، طبعا في نكهات كتير جدا مختلفه، فهناخد ديت لانها عاديه. يلا بينا بقى نروح نحاسب ونكمل طريقنا للغابه على طول. هناخد معانا بس الميه نحطها في الشنطه، انا مش عطشان دلوقتي ولكن عشان خاطر بعدين. انما بقى بالنسبه للاكل فهناكله احنا ماشيين في الشارع. واللي بيعجبني كمان في البلد ديت انك هتلاقي بلعات في كل مكان، يعني الجو لسه مخلص مطر دلوقتي ولكن مش هتلاقي اصل للميه، تلاقي على طول اختفت كان حد رش ميه، ولا كان الميه ديت مرشوشه بقالها ساعه وبتنشف. فالبلعات ديت بتاخد الميه على طول لتحت، وغير كده كمان عمرها ما هتسبب فيضان غير لما تكون مسدوده. دلوقتي قطعنا اكتر من نص المسافه، شايف الغابة دلوقتي، شايفين انتوا الأشجار الكتير اللي موجودة هناك ديت، هي ديت تعتبر الغابة اللي احنا هندخلها. الصراحة الغابة ديت هي غويطة جدا، ولازم الواحد ياخد باله ويعرف هو رايح فين وجاي منين عشان خاطر ما نتوهش هناك بسرعة. ديت مغسلة عربيات موجودة قدام على الطريق. على فكرة هنا في ألمانيا ممنوع انك تغسل عربيتك نهائيا قدام بيتك، لو انت غسلتها بيعتبروا الميه ديت ملوثه ومضره للبيئه، وفي نفس الوقت تتعرض لغرامه كبيره جدا. علشان كده محدش ينفع خالص في المانيا يغسل عربيته قدام البيت بتاعه او اي بيت تاني. اللي بيعوز يغسل عربيته بيروح المغسله ويجي اماكن زي كده بتكون جنب الشوارع على طول مخصصه من الحكومه علشان خاطر يغسلوا العربيات بتاعتهم. الاسوار ديت بيعلقوها دايما على الطريق اللي بيكون قدامه بيوت علشان خاطر الاصوات بتاعت العربيات ما توصلش خالص للناس اللي عندهم بيوت وتعمل لهم ازعاج. زمان شايفين الاسوار هنا عامله ازاي، كبيره جدا بالطول وبالعرض، والبيوت هنا اهي. فدايما يعملوا الاسوار ديت اذا كان على الطريق السريع او على الطريق اللي بيمشي عليه العربيات الكتير الاصوات عاليه علشان خاطر يمنع صدى الصوت ويوصل للجيران ويزعجهم. وديت المحطه بتاعت الاتوبيس اللي حاطينها على طول قدام الغابه، ديت الغابه، وطبعا ديت الاسوار اللي بتعزل الاصوات يعني ما تخليش الاصوات توصل للجيران. الصراحه حاجه جميله جدا حبيتها في الدوله ديت انك هتلاقي محطه الاتوبيس موجوده في كل مكان، والمواصلات هنا
يعني مربوطة بكل المدن، ولكن أصبحت سيئة جدا لأن بقى في تأخيرات فيها وأعطال في السكك الحديدية، وبقت تسبب مشاكل كتير جدا للناس اللي عندها شغل ومدارس. وعاملين طريق هنا مخصوص اللي انتوا شايفينه ده، بتقدر تمشي عليه بالعجلة أو ماشي، ده بيكون بس للعربيات، ممنوع أي حد يمشي هنا بعجلة أو ماشي، لأن لو مشي ماشي أو بالعجلة فهيتعرض لغرامة كبيرة، لأن ده طريق مخصص بس للمشي بالعجل أو تمشي على رجليك. طبعا في كذا طريق هنا بيوصلنا جوه الغابة، فأنا الصراحة هختار الطريق ده لأنه أنا ماشي بالأتوبيس دايما بشوف حاجات هنا قدام. لما بكون رايح المدرسة أو رايح البيت بيكون في نشاطات كتير جدا عاملينها الأطفال أو الأهالي، فلازم أخدكم وأوريها لكم وبعدين ندخل الغابة على طول. ده يعتبر آخر بيت موجود على الشارع، خلاص ده بيبدأ منه أول بيت لو أنت رايح المدينة، ولو خارج من المدينة ده آخر بيت. فده بقى يعتبر بيت، ولكن صاحبه هنا عامله مطعم، بمعنى الكلمة ممكن الأهالي يجوا مع أطفالهم هنا، يخلوا أطفالهم يروحوا أي مكان يلعبوا فيه، وفي نفس الوقت يخشوا هم يشربوا اللي هم عايزينه. ده طبعا شكل المطعم من الناحية التانية، كراسي محطوطة في كل مكان، وفي نفس الوقت هنا بقى عاملين لهم مكان عشان خاطر أطفالهم يجي يلعبوا فيه. الصراحة في ألعاب كتير جدا موجودة، وعلى طول الناحية اللي قدام هي الغابة، ففي ألعاب كتير هنا مميزة تشجع الأهالي إن يجيبوا أطفالهم علشان خاطر يجي هنا يتسلوا ويشموا هوا في نفس الوقت مع الأجواء الجميلة الطبيعة اللي موجودة في كل مكان، ولكن بيكونوا حريصين جدا علشان خاطر أطفالهم ما يخشوش الغابة ويتوه هناك. عاملين هنا أسوار زي ما أنتم شايفين كده وقافلينها علشان خاطر محدش يخش يتوه فيها، وهتلاقوا هنا كمان ألعاب زي المراجيح اللي بتلف، وعندكم هنا كمان حاجات كتير جدا مختلفة الصراحة. وهنا ممكن يحطوا يورو ويشغلوها ويقدروا بقى يشيلوا التراب ويحطوه تاني زي الغرافة بالظبط. وهنا كمان عاملينهم قطر يطلع وينزل، وغير كمان عاملين لهم هنا حاجة زي تخص حمام السباحة، يطلعوا اللعبة ديت من فوق وينزلوا هنا تحت على المية، لكنها شوية عشان خاطر الشتاء وفي أمطار فمحدش بيجوا هنا، وكمان في وساخة في حمام السباحة من تحت لو انتوا شايفين كده. وهنا بقى بداية الغابة، طبعا ما شاء الله زي ما انتوا شايفين طبيعة وأشجار موجودة في كل مكان. فأنا هاخد الطريق ده، ولكن عايز أروح أشوف إيه اللي مكتوب في اللوحة اللي محطوطة هناك هنا. طبعا الأرضية زي ما انتوا شايفين الطين في كل مكان، كنت عايز ألبس شوز أبيض ولكن الحمد لله ما لبستوش لأن كنت هبهدل. فديت هنا بقى اللوحة كاتبين إيه معظم الحاجات اللي موجودة جوه ممكن تستكشفها. طبعا ديت هنا الخريطة بتاعت الغابة، ممكن أعمل منها صورة علشان خاطر لو ضعت، ولكن أتمنى إن يكون الشبكة جوه شغالة والجي بي إس عشان خاطر لو حصل أي حاجة إن أقدر أخرج من جوه، وفي حالة إنك تضيع فممكن تتصل بالطوارئ. فتعال بقى نخش نستكشفها. من الصراحة أنا من بدايتها شايف حاجات جميلة جدا، الأشجار اللي موجودة في كل مكان، وهنا حاطين خشب على بعضه، كانوا عاملينها بعتقد زي خيمة كده من خشب، وكمان في بعض الناس بتيجي تنام هنا تخيم فيها، فهنا عاملينها بطريقة شكلها جميلة جدا. يمكن كانوا عاملينها وقاعدين هنا ولكن قبل ما الجو يمطر ومشيوا على طول. طبعا في بعض المدارس بيعملوا رحلات دايما للطلاب ويجيبوهم هنا، ممكن يخيموا يوم يومين ثلاثة على حسب الإرادة اللي هم عايزينها، وعلى حسب رغبة كمان الأهالي، لأن في أهالي ما بيحبوش أطفالهم يغيبوا عن البيت عن يوم مثلا يومين ثلاثة. معظم بقى الطلاب اللي بيطلعوا رحلات من المدارس على الغابة هنا فبيطلع معاهم كتير جدا من المدرسين عشان خاطر محدش يتوه. طبعا انت مش هتلاقوا اي حد موجود هنا في الغابة علشان خاطر الطقس للأسف مطر طول اليوم. يمكن انا استغليت الساعة ديت او الساعتين دول ان اخرج اصور فيهم قبل ما تبدأ مطر تاني، ولكن للأسف الجو ده اصلا محدش بسك فيه خالص. صوت العصافير في كل مكان بتديك طاقة ايجابية جميلة جدا، صوت مريح للعقل وفي نفس الوقت للقلب، بتيجي تقعد هنا تفضفض للطبيعة كل حاجة سلبية عندك تتكلم عن ايجابياتها، تيجي هنا ترتاح تنعزل عن البشر تنعزل عن الزحمة، زحمة المواصلات المشاكل اللي بتكون موجودة في المدينة. فده الصراحة انسب مكان الواحد يجي يقعد فيه وما يفكرش في اي حاجة مضايقاه خالص. وطبعا هنا ده حاجة عاملينها زي كتاب كده
فمصنوعة من الصاج، وكل حاجة طبعا موجودة في المدينة، ديت موجودة في المدينة ولكن تاريخها هنا مكتوب كله. وبعض الأشجار في هنا طبعا كهف عاملينه كمدخل، ولكن أنا معرفش هو فين بالظبط، فهنخش ونستكشف بقى كل حاجة مع بعض. وهنا بيوريك انهم بيجوا في يوم من الايام بيعملوا موسيقى، بيعملوا احتفالات، وفي المكان ده مخصوص. والصراحه النشاطات هنا بتكون كويسه جدا، ولكن بيختاروا دايما اليوم المناسب اللي ما يكونش فيه مطر. يعني انا مشيت شويه صغيرين، وشوف رجلي بقت عامله ازاي، الطين بقى في كل مكان. لسه كمان لما اخش الغويط فهيكون في بهدله. الصراحه يا جماعه الواحد مستمتع جدا، وغير كمان انك الغابة هنا نظيفة بطريقة فوق الروعة. يعني شوفوا مش هتلاقي أي مخلفات مرمية على الأرض، وغير كمان إنه موفر لهم هنا سلة مخلفات. تخيل في الغابة موفر لهم سلة مخلفات وكمان كرسي تقعد عليه. والغابة هنا بتتنظف دايما وقت ما يكون في أي مخلفات من البشر اللي بيجوا هنا أو السياح. الصراحة مناظر طبيعية جميلة جدا. وطبعا هنا في ثعالب كتير في الغابة. ده بقى مكان للعصافير أو الحمام أو الطيور. زي ما انتم شايفين ما شاء الله تلاقي العصافير في كل مكان وانتم سامعينها. فبيحطوا لهم هنا لب او اكل عصافير، وعاملين لهم بيت شكله جميل جدا الصراحه. وقت لما يجوعوا ينزلوا ياكلوا على طول ويكملوا طريقهم. الغابه هنا جميله جدا الصراحه. هنا بعض الحشرات والديدان اللي موجوده في بعض الاشجار. في شجره طبعا مكسوره هنا من النص، فموجود فيها انواع الدود ده، فلازم ندور عليها، ولو لقيناها وهنصور الحاجات اللي جواها ونستكشفها في نفس الوقت. فاتمنى ان نلاقيها، لان بيقولوا ما موجوده في المكان ده. الواحد لازم ياخد باله لان ممكن في اي لحظه يقع، زي ما انا كنت هقع كده من الزحلقه. الطين مليان في كل مكان بسبب المطر، فده اللي مصعب علينا الحركه. ممكن اخش في عمق الغابه من هنا، ولكن في اشجار كتير. ومشكلة كمان ان طول ما احنا ماشيين على الطريق ده هتلاقي لوح وحاجات بنستكشفها في الغابة اكتر. طبعا ديت هنا شجرة حطيناها برضو في الارض علشان خاطر لو حبيت تقعد هنا تريح، مكسورة زي ما انتم شايفين. هتلاقي فيها انواع من الحشرات، ولكن اكيد استخبوا بسبب المطر. الطين هنا المشكلة بيصعب الحركة، لان لو انت مخدتش بالك هتقع وقعة هتبقى شبه الايس كريم بالطين. هلو، لاحظت هنا اتنين كبار السن بيتمشوا في الغابة. مش عارف ازاي عندهم الارادة ديت، المفروض ياخدوا بالهم جدا هما ماشيين، لان انا نفسي مش عارف امشي. وده نوع شجرة غريب جدا صح، انا مش عارف دي شجرة ولا حجارة. هو خشب لكن في نفس الوقت موجود فيه حجار زي ما انتم شايفين كده، شكله غريب جدا. وشوفوا الزرع سبحان الله ازاي طلع لبره، منظرها جميل جدا. والاحجار موجوده في كل مكان برضه. واو، في الصيف بقى المكان ده بيكون حلو جدا جدا، لان المناظر الطبيعيه والشمس تكون طالعه بتدي انعكاس ضوئي جميل. دي شجره بسبب ان كان في عاصفه اول امبارح، عاصفه جامده جدا. طبعا هي وقعت في نص الشارع، ف صعب الواحد يقدر يحركها وينقلها، صعبة جدا، محتاجة شخصين. شوفوا ايدي بقت عاملة ازاي. وهنا عاملين طريق خشب، مش عارف ايه المميزات اللي موجودة فيه، فتعالوا نشوفه. هما هنا عاملين طريق ومحوطين الشجرة دي بيها، ولكن هي الشجرة ميتة اصلا، اكيد عمرها ما هتنبت ولا هتكبر، ده اخرها. فشكلها شجرة نادرة وبقالها سنين، لكن هي محروقة. لو انتوا خدتوا بالكم في حد اكيد كان مولع فيها، للأسف في حد مولع فيها، يمكن حريقها بسبب الشمس. فما اعتقدش ان هنا الشمس هي اللي سببت الحريق ده. في بعض الناس المشاغبين للأسف بيجوا هنا الغابة دايما ويسببوا حرائق ويولعوا في الأشجار. فلحد دلوقتي الحكومة بتحاول تدار عليهم في المدينة هنا، ولكن للأسف مش بيلاقيهم خالص. وهنا بعض الأشجار اللي هم مكسرينها، وبعض النباتات الغريبة اللي كاتبين عنها. طبعا كل الناس هنا بتجيب الكلاب بتاعتها او الحيوانات ويمشوها هنا، لان الصراحه الاجواء هنا في الطبيعه بتكون جميله جدا، وكمان يستمتعوا بوقتهم. لو انت عندك كلب مجبور يومين انك تنزله وتخرجه هنا مره واحده في اليوم او مرتين، هنا في المانيا بالذات.
طبعا احنا مشينا دلوقتي حوالي 3 كيلو، فلازم ندخل بقى مكان مميز، لان مشيت على طول على الطريق ده، فلازم ادخل مكان شويه في الغويط ونستكشف ايه الحاجات اللي جوه. طبعا صوت الطيارات ده، لان المطار يبعد عننا بحوالي ساعه، فهتلاقي دايما صوت الطيارات ده موجود فوق الغابه. في كل مكان هتمشي فيه لازم تلاقي الشجر ده واقع بسبب العاصفة اللي حصلت ديت، هتلاقي شجر في كل مكان للأسف واقع ومكسور. فبيجوا بقى كل فترة طبعا بيخلوها هنا الشجر واقع زي ما هو، وفي لما يكون واقع في نص الطريق بيجوا علشان خاطر ينضفوه، وممكن الناس من نفسهم كده لو هم 2 أو 3 يركنوا الشجرة ديت على جنب وخلاص، بيخلوها كمنظر جميل في الغابة. الطريق ده حبيته جدا، هتلاقي الشجر هنا محاوطك من كل مكان. الحلو بقى في الموضوع انك مستحيل تلاقي خنازير برية موجودة هنا في الغابة، بينضفوها تماما من الخنازير البرية. لو لقوا اي خنازير برية فممكن ياخدوها ويحطوها في مكان تاني بعيد عن الغابة ديت، لان فيها نشاطات كتير جدا في الصيف. في كل كام متر هتسمع صوت العصافير الجميلة ديت، وغير كمان ان الاشجار ديت للاسف بتكون مولعه، انهم شايفين الناس بتولع فيها، وبيجي بقى يقصوها او يطفوها، ولما يطفوها بيقصوها وبيودوها بقى مكان تاني، ياخدوها مثلا السوبر ماركت، او قبل ما يودوها السوبر ماركت يقصوها يخلوها قطع صغيره ياخدوها يبيعوها، لان بيكون بس يعني حته قليله جدا ولعت منها، ما بتكونش الولعه طلت الشجره من فوق خالص. فانا هنا دخلت في الغويط، المنظر جميل جدا، مش شايف اي حاجه حواليا غير بس شجر والطبيعة والمكان الجميل ده. أكيد لو الواحد معاه شخص تاني هتستمتعوا لوقت أكتر، إنكم تخيموا هنا، وفي عدد كبير جدا من الألمان زي ما قلت لكم بيجوا يخيموا هنا، والأجواء هنا في الصيف بتكون جميلة جدا. ولكن لازم تاخد بالك من حاجة واحدة بس، هو إنك تاخد بالك من الطريق علشان خاطر ما تتوهش، لأن الغابة هنا كبيرة جدا. وفي نفس الوقت صراحة طول ما أنت ماشي في الغابة هنا هتستكشف حاجة جميلة جدا، أشجار وزرع وحاجات كتير جدا متنوعة، وغير صوت العصافير الجميل اللي بتسمعه دائما. أكيد لو معاك شخص تاني هتصنعوا نشاطات ما بتنتهيش، هتسلوا بعض. انا من النوع اللي ما عندوش اصدقاء يمكن تشبهني، يعني معنى الكلمه معظم اصدقائي اللي بعرفهم ما حدش بيحب السفر، كل واحد بيحب النوم. قليل جدا من الناس اللي بيحبوا المغامرات، يحبوا الحركه، يحبوا يروحوا الغابات، يحبوا يستكشفوا. انا من الانواع اللي بتحب جدا السفر، وبحب كمان اصور كل اللحظات الجميله علشان خاطر انتوا كمان تستمتعوا وتشوفوا اللحظات الحلوه ديت. الصراحه انا مش عارف انا وصلت فين لحد دلوقتي، انتوا شايفين كده كل حاجه اشجار جنبي، ف نحاول نرجع على نفس الطريق اللي نرجع منه، لان الطريق ده مسدود في اشجار كتير هنا سداه عشان خاطر ما نخشش في اي حاجه نقع فيها، فلازم نرجع من نفس الطريق ونحاول نستكشف اماكن تانية. وانك تلاقي كمان كائنات مفترسه هنا فمستحيل، البلد هنا لو لقيت مثلا اي كائنات مفترسه فبتاخدهم وتودوهم مكان تاني. الثعالب اللي موجوده هنا مش مؤذيه خالص للبشر. انا طلع عليا من كام يوم ثعلب وانا بتمشى في على النهر، ولكن ما جيش لمتي خالص، شافني وجري. بقى لي شويه عمال انزل في ستوري مش راضي يتحمل بسبب اني معيش شبكه. انتوا شايفين على الانستا بتاعي هنا موجود اهو، عشان خاطر لو انتم دورتوا عليا على الانستجرام روحوا تابعوني هناك، لان بنزل ستوريات اي فيديو بصوره بنزل من الكواليس هناك على الانستا عندي في الستوري. شوفوا هنا برضو مكان تاني عاملينه بالخشب علشان يقعدوا يستريحوا عليه، وفي حاجات غريبه جدا هنا الصراحه عمال استكشفها. ده هنا برضو بيوت صغيره بيعملوها العصافير او اي طير مهما كان نوعه، وبيجي يحط له اكله هنا علشان خاطر ياكل منه. وبرضو لقيت حاجه هنا برضو غريبه عاملينها برضو زي مثلا الخيمة او السور اللي بيكون مقفول، لكن هنا بيقفلوه وبيغطوه بكياس، وفي نفس الوقت بيقعدوا هنا جوه وممكن بقى يشوفوا اي حاجة، يناموا او مثلا يشوفوا فيلم على اللابتوب. فهنا دايما بيجوا باللابتوب بتاعهم عشان خاطر يستمتعوا بالوقت ويشوفوا حاجات تسليهم. وهنا برضو حاطين على الشجر حاجات غريبة، هنا تحسوا زي كرسي تقعد عليه ومخلين الخشب يجتمع كله على شجرة واحدة، وبرضه كانوا بيناموا هنا برضه، ولكن دلوقتي زي ما قلت لكم علشان خاطر
في مطر والجو الشتاء، فالنشاطات لحد دلوقتي ملغية نهائيا. وهنا طبعا لقيتهم معلقين حاجة زي الميكروفون كده، شايفين شكله بيلف ويدور، فأكيد تعال نحاول كده محاولة. عندكم وحشي؟ واو والله صوته عال. السلام عليكم. ايه الهبل ده؟ وهنا طبعا خرجنا على الطريق الرئيسي اللي ممكن تمشي فيه بالعربيات او بالعجل، وهنا طبعا رسمين لك رسمة العجل، وبتقدر برضو تمشي على رجلك، ولكن الطريق ده كويس جدا ومفيهوش طين. ده يمكن معمول عشان خاطر الناس تيجي تركن عربياتها هنا على الجناب ويخشوا جوه في الغابة، وده الطريق الوحيد اللي استكشفته لحد دلوقتي اللي موجود في الغابة اللي تقدر تمشي عليه بالعربية. وهنا بعض الطيور النادرة اللي موجودة في الغابة هنا. على فكرة هنا ما ينفعش تصطاد خالص، ولا حمام ولا عصافير ولا اي حيوان موجود في الغابة غير لما يكون معاك رخصة، لان الحاجات ديت احيانا بتكون ممنوعة، ولو شافوك بتصطاد اي حيوانات هي فيها غرامة كبيرة جدا. وهنا طبعا بيقولك ان في غزلان مصورين علامة رجليها الطين اللي بتمشي، فبيصورها بيعلقوها هنا. بيقولك بعض الحيوانات اللي موجودة مع الاثبات هنا. فالطريق ده كله كل خطوة هتمشيها هتلاقي موجود عليها عمود زي ده. فلحد دلوقتي في 4 غير اللي انا شفتهم دول. وهنا بيقولك بعض الخنازير البرية، فده ما بقتش موجودة خالص. وهنا الخطوات بتاعت رجله، الخنازير البرية ما بقتش موجودة هنا خالص. هنا زي ما قلت لكم ده مكان نشاط تعمل فيه اكتيفيتيت للشباب للاطفال، فاي حيوان هنا مفترس خطر على الناس، فعلى طول بياخدون له مكان تاني. وهنا كمان الارانب اللي هتلاقوها في كل مكان دي طبعا بصمة رجليها، وفي فاضل 2 هناك هنا. صراحة جميلة جدا عشان خاطر يوروا الناس الاثباتات اللي الحيوانات كانت ماشيه عليها على الارض ازاي ما تعرفش. وعندكم هنا برضو فران، لا ديت موجوده في كل مكان، وديت بصمه رجله. الفران ديت موجوده في كل مكان حتى لو انت ما دخلتش الغابه، مش لازم اصلا يثبتوا لينا، لان انت حتى لما تخش المدينه هتلاقيهم موجودين في المدينه. وديت اخر حاجه موجوده هنا، ده ارنب ولكن حجمه كبير جدا. اكتشفت هنا مكان لكل الزوار اللي ممكن يجوا هنا، انهم يتسلقوا على الشجره ويمشوا على الحبل ويوصلوا للشجره الثانيه. والله مكان شكله جميل جدا، شوفوا عامل ازاي. طبعا الاشجار الحبل دي متوصل ما بين الاشجار، وفي كمان اكتيفيتيات كتير جدا ممكن تعملها ما بين الاشجار ديت، تمشي عليها وتوصل للشجر الثاني. هتلاقي حاجات كتير جدا مختلفه زي اللي انتم شايفينها ديت كده، ما بين الاشجار كله متصل ببعضه من الحبال اللي هم حاطينها. لما دخلت المكان من جوه اكتشفت انهم عاملين ترابيزات وكراسي انهم يقعدوا هنا، وهنا بتبدا بقى اللعب بين الشجر كله عبرة السلالم الخشبية ديت، بتوصلك لحد جوه في الغابة. هنا طبعا خيمة عاملينها وحاجات كتير جدا، وهنا كمان خزن وانت جاي بفلوس، جاي بأي حاجة بمحفظة بشنط بتقدر تحطها هنا، وبتاخد المفتاح واهم حاجة تعرف الرقم وتمشي بقى تخش في الغابة. طبعا عزيزي المشاهد أول مغامرة عاملها ومش هتكون آخر مغامرة، إن شاء الله الفيديوهات الجاية هتكون مغامرات وسفر لبلاد كتير جدا وهتعجبكم وهتستمتعوا منها إن شاء الله. وبتمنى كمان يكون الفيديو ده عجبكم واستمتعتوا منه من كل لحظة إحنا عشناها، وأكيد لو الجو كان صيف والشمس طالعة كان هيكون الأجواء أحلى من كده بكتير. فبتمنى عزيزي المشاهد يكون الفيديو عجبكم، أشوفكم فيديوهات جديدة ومع السلامة.